سيتم عن طريق الدعم الإيطالي في تقليل الفاقد للمنتجات الزراعية وفي عمليات التسويق، وأيضا سيكون هناك خبرة بتنقل للتعاونيات في إيطاليا. الزراعة في إيطاليا نجاحها بيعتمد على التعاونيات. نحن بعد إصدار الرئيس السيسي لقانون التعاونيات والذي فيه موقع ل 80% من الموجودين في مجالس إدارته من صغار المزارعين، وده في أول مرة إحنا مسؤوليتنا كحكومة إن إحنا نمكن هذه التعاونيات أن تكون أداة جيدة لتنمية الزراعة في مصر، وبالتالي سوف نعرضهم لهذه الخبرة. نريدهم أن يروا التجارب الموجودة في حوض البحر الأبيض المتوسط ونستزيد في ذلك للمستقبل إن شاء الله. طبعا 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 هناك هذا يندرج على مناطق الاستصلاح كما يندرج على داخل الوادي. معالي الوزير، حضرتك ركزت ايضا على الاستراتيجيه الزراعيه. انا جبهولك هنا عشان هو بس دخله المكان، انا طلعه لك هنا. بس انت حد من السفاره. حد من السفاره. معالي الوزير، حضرتك ايضا ركزت على الاستراتيجيه الزراعيه بالنسبه لعام 2030 يا فندم. تمام. اهميه هذه الاستراتيجيه والتنفيذ على ارض. هذه الاستراتيجيه لها برنامج تنفيذي لحد سنه 2018. هذا البرنامج موجود له تفاصيل خطوة بخطوة بيوضح ماذا سنفعل، ما هي القوانين اللي هنغيرها، ما هي المؤسسات اللي محتاجة لتغيير حتى ينطلق قطاع الزراعة إلى تحديث مستدام، وأيضا هناك برامج واضحة هتنفذ في هذه الفترة، موجود لها محددات لماذا سنفعل سنة بسنة لحد سنة 2018. أنا هجيبه لك بس. هو هي تركز على تنمية الساحل الشمالي، هناك اتفاقيات تتعلق بالاستزراع السمكي المكثف البحري، وأيضا هناك اتفاقيات للتعاون العلمي والتبادل، وهناك أيضا فرصة لتطوير المؤسسات التعاونية في مصر. وأنا كما ذكرت القانون الذي أصدره الرئيس السيسي بتعديل بعض النقاط الأساسية سيغير من وجه التعاون في مصر، سيسمح للتعاونيات أن تكون شركات، سيسمح للتعاونيات التي سيمثل فيها 80% من صغار المزارعين لأول مرة سيسمح لهم بالانطلاق وبأنهم يشاركوا في العمليات الزراعية سواء داخل الوادي أو في مناطق الإصلاح الجديد.